مدينة الجديدة هي مدينة ساحلية تطل على المحيط الأطلسي، وموردها الأساسي من الماء هو واد أم الربيع الذي يفصل بينها وبين مدينة أزمور. القلعة البرتغالية هي عبارة عن منازل وكنائس وأزقة تحمل طابع القرن الماضي. وقبالة مدخل الحي البرتغالي تنتصب في الساحة المركزية للقلعة الكنيسة البرتغالية التي تحمل اسم سيدة الصعود، ويعود تاريخ بنائها سنة 1579 ميلادية. المسقات البرتغالية أو خزان الماء البرتغالي هي عبارة عن غرفة واسعة تحت الأرض كانت مخزنا للسلاح قبل أن يتم إعادة تأهيلها كخزان للمياه سنة 1514 الميلادية، وتعد من أشهر المآتر البرتغالية بالجديدة. شيدت القلعة البرتغالية المعروفة باسم مازاغان من طرف البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر الميلادي، وتعتبر جوهرة معمارية تراثية بمدينة الجديدة. كما تحيط بالحصن مجموعة من الأسوار بجميع جهاته مجهزة بالعديد من المدافع التي يتم استخدامها عند الحاجة لرد الهجمات سواء البحرية أو البرية. وفي هذا الفضاء بين المرسى والقلعة البرتغالية يتواجد نادي متخصص بتعليم الأطفال السباحة وبالخصوص ركوب المراكب الشراعية. وكي كتلاحظوا معايا منظر رائع للأطفال هما فوق المراكب.
وما يمكنش نقولوا الجديده وما تدوش للمرسى تاخذ الحوت اللي معروفه به مدينه جديده، عده انواع وعده اشكال ديال السمك طري. سيدي بوزيد هي قرية ساحلية في المغرب على المحيط الأطلسي، تقع جنوب مدينة الجديدة، وتعرف بشوارعها النظيفة وسياحها المتوافد عليها من جميع المناطق، خاصة في فصل الصيف نظرا لشاطئها الجميل. كنتمنى تكونوا قضيتوا معايا وقت جميل في هاد الرحلة، وتسناوني إن شاء الله في مدينة جديدة بإذن الله. خليكم مع هاد المنظر الجميل ديال الغروب، استمتعوا به كي استمتعنا به حتى حنا، وفي أمان الله.